كيف تقدمون حزبكم للجمهور وللرأي العام الموريتاني؟ شاكر الأخبار على هذه المبادرة اللي راجين إن شاء الله أنها تعطي للموريتانيين بشكل عام صورة عن الأحزاب السياسية اللي متنافسة في هذه الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية. بالنسبة لحزب الإنصاف، حزب الإنصاف حزب تأسس 2009 كحزب اتحاد في تسميته، وبعد مؤتمره الثاني غير الاعتيادي غير الاسم وصباحا قالوا حزب الإنصاف. هذا الحزب يتكون من جميع فئات الموريتان، حزب واسع الانتشار موجود في جميع أطراف البلد ومتمثلة فيه جميع الفئات، يعتبر ركيزة أساسية بالنسبة للسياسة الوطنية في البلد، ويعمل على توطيد الوحدة الوطنية وتنمية البلد من أجل الوصول لمستوى من الدخل ومستوى من الرقي الاجتماعي اللي يناسب طموحه. ما هي معالم مشروعه المجتمعي وبرنامجه الانتخابي؟ ذكرت عنوارك، هو حزب وسطي كأغلب الأحزاب الموريتانية، ركيزته الأساسية هي ديننا الحنيف وثقافتنا العربية الإفريقية، وكذلك مشروع المجتمعي مبني على الوحدة الوطنية، العمل على تناغم وانسجام جميع الموريتانيين، كذلك على مستوى الجانب الاقتصادي هو يتبنى اقتصاد السوق مع حساسية اجتماعية تصحيحية لميكانيزمات السوق. هذه هي مركائزه الأساسية، طبعا موجودة في نصوصه الأساسية. بعد ترشح رئيس الجمهورية الحالي، الحزب تبنى رؤية الرئيس وراجع توجهاته السياسية انطلاقا من مؤتمره الثاني، وهذه الرؤية مبنية على الركائز اللي ذكرت والبحث عن العمل على القضاء على الغبن في بلدنا والعمل على توحيد الشعب الموريتاني على مستوياته كاملة وإنصافه، وهذا هو قاعة معنى تغيير الاسم لاسم الحزب على أنه يجسد توجه الإنصاف اللي عند رئيس الجمهورية. كيف ترون التحضيرات التي جرت للانتخابات الحالية؟ هذا التشاور أنا نعتبر أنه من أهم ومن أنجح تشاور قد دخلت في البلد، وحزب الإنصاف فيه كان عنده دور أساسي لأنه كانت عنده منظومة انتخابية تخدمه أكثر مما تخدم الطيف السياسي الآخر، وعمل على أنه يتنازل من أجل توسيع قاعدة التمثيل من خلال تبني النسبية المطلقة في التشريع في البلدية والجهة، وهذا التبني يفرض واقع ضد مصالح حزب الإنصاف اللي كان عنده دي المنظومة الانتخابية، ولكن دار مصلحة البلد ومشاركة الناس كاملة فوق، والأول مرة يخلق تشاور يخلق فيه إجماع، يخلق إجماع على المسائل الرئيسية ويخلق إجماع على آليات تنفيذ ذاك الإجماع، وبالتالي أنا نعتبره تشاور أساسي كان هو الأساسي في تحضير الانتخابات. طبعا افتح الباب لأكبر وأوسع مشاركة، واضحة اليوم خلال
ذي الانتخابات وراجعين ان ذي الخيار اللي عد العد الحزب اللي انصاف من اجل انصافه للاحزاب السياسيه الاخرى انه يمكننا من مجالس محليه وجهويه وجمعيه وطنيه تعكس تمثيل حقيقي لبلدنا وتمكن ملي من اداره شؤوننا بطريقه سلسه. تمكن رئيس الجمهوريه من تنفيذ برنامج. ما هي خارطه ترشحاتكم في الانتخابات الحاليه؟ طبعا الحزب هو الحزب الوحيد اللي شارك جميع دوائر الانتخاب بلديه وجهويه وبرلمانيه، وبالتالي خريطته هي خريطه الدوائر الانتخابيه في موريتانيا. ما هي توقعاتكم لنتائج حزبكم في هذا الاستحقاق؟ انا نعتبر ان بالرغم من تغيير المنظومه الانتخابيه اللي كنت اتحدث عنه، تغيير يخدم الاحزاب السياسيه الاخرى اللي ما هي حزب الانصاف، رغم ذلك ورغم الطموح الكبير اللي خلق نتيجه للمنظومه الانتخابيه الجديده وذاك اللي قد ينعكس عليه من على مستوى الخيارات، رغم ذلك ان حزب الانصاف ظاهر له على انه يدور ينجح على مستوى الجمعيه الوطنيه، يحقق اغلبيه تمكنه من متابعه تسير البلد، وايضا ينجح في اغلب الدوائر الانتخابيه على مستوى محلي وجهوي. جميع فواتيرك تشري من الانترنت، تحول وتستقبل الفضة وتدير كريدي وتخلص من يد. وما زال ياسر ثاني مصرفي دائما معايا.